إنجاز آخر لكن في مجال الفلاحة، حيث وزيرها وزير الفلاحة أبو عزقي يعلن عن تحقيق السويدة الفلاحية العظيمة للاكتفاء الذاتي والغذائي في مجال الثوم. ضرير فاقد البصر يخدم في الثوم. أقصى حد السنة القادمة الجزائر لا تستورد، ما تعوش تستورد مادة الثوم. ماني طالب من الدولة حد شيء، طالب منها جيت تهز علينا الثوم هذا وين؟ رانا تعبنا، رانا اتخذنا، ما عادش فيه. يوصل ثوم هنا قد تروح تجيب للدولة لامبرطاسيو. علاه سي؟ يعني عندنا في الانتاج وهو من دارش يعني لم يمنع يعني من الاستيراد. منا على سنة سنتين سنصدره. بما هي المهبولة ولا مسخيط الضر ولا واحد الكوكاي واحد كذا واحد يبعث الرمينة بطاشيات واحد مهبول واحد. من البيومتري إلى الثوم، القوى الإقليمية الأولى تتحدى كل المغرضين والمشككين في أن برامج التنمية في جزائر للبيومتري الثومي لم تؤتي ثمارها. بالعكس، نحن البلد الذي قريبا سيصدر الثوم إلى العالم كبديل عن النفط. سؤال عابر، ما علاقة الثوم بالزطل الحلال في بلد بيومتري لم تستطع حكومتها العظيمة أن تسيطر فيه على أسعار الحليب لتجعل منه مضحك بيومترية الحلب؟ أكد أن الحكومة منعت استيراد الثوم بوعزقي مخطط حكومي للتحكم في ملف حليب الأكياس. وزير الثوم الذي هزمه الحليب وقد يفكر في إنشاء أكياس بيومترية للتحكم في مضاربته بعد أن أصبح أو جعل منه قضية وطنية. ذلك الوزير أشهر سيف الحجاج ليقنع مواطني الثوم أنه أعلن الحرب على ناهبي العقار الفلاحي. معركة. درنا لجان تحصي كل الأراضي اللي استفادوا منها الناس وما هيش مستغلة، ونطبق القانون لاسترجاعها. وزارة الفلاحة اللي راهي هي اللي واقفة على هذا الموضوع راهي تحاول تعرف علاش منين جا هذا النقص. اسكو ندرة لابودغ دولي؟ سنعمل على استرجاع كل مساحة، كل متر مربع ما هوش مستغل. يلا هنديروا إحصائيات ونشوفوا الأرض عند براها مكرية منهارة، ما همش موليها موجودين. واحد يمدها يكريها في رأس العام، من بعد يجي القهوة يخلص. فرصة لأقول لكم أننا عندما شخصنا المشكل وجدنا أن في بعض البلدات فيه مضاربة. مشكلة السلطة ووزرائها أنها تتعامل مع المواطن على أساس أنه قاصر ذهنياً. فعزوقي الذي لم يستطع أن يتغلب على مافيا أكياس الحليب لأشهر من النزال أراد أن يقنعنا أنه المحارب الشرس الذي سيهزم مافيا العقار الفلاحي، ربما بسيف من ثوم لازلنا نستورده بالعملة الصعبة رغم أنه متوفر حد التخمة بواد سوف وعين الدفلة أميلة. المهم، وزير الثوم نسى أن العقار ليس كيس حليب، لذلك من السهل جدا أن تشهر سيفك في وجه الطواحين يا معالي الوزير، لكن الطاحونة تبقى مجرد خصم هوائي لدونكيشوت تاريخي الفروسية والحرب.